شارع متنفس. صار الآن المناصب محصورة فقط لمين؟ لابن سينا وابن صاد. احنا بنحكي عن الشباب. انا بدي اسالك رئيس الديوان الملكي عندنا في الاردن قديش عمره؟ قديش عمره؟ المشكله الاوراق النقشيه كلها بتتحدث عن الشباب. نائب رئيس الوزراء عمره فوق السبعين سنه. احنا بنحكي قاعدين عن مرحله شباب. اي مرحله شباب؟ لما نحكي عن صناع القرار وصناعه القرار في الاردن اعمارهم تجاوزت عجايز. حتى المقبره بجوز ما تستقبلهم. نعم. سكر وضغط. نعم. حتى المقبره ما بتستقبلهم. احنا بنحكي عن ورقه شباب. والله العظيم رحت على الامارات دعيت الى ندوه في الامارات عن مؤتمر الاعلام. لما رحت فشفتها كلها شفت عقيد هيك شباب صغير بقول لهم. نعم. هذا عقيد؟ بقولوا لي اه. قلت احنا عندنا بوصل عقيد ولا عميد بكون مختير. نعم. بكون مختير. بس تعال روح شوف عندهم التطور وشوف كيف. انا رحت بلد واحده وقاعد بحكي عن انه كلها المسكيتها مسكينها شباب. طب ليش عندنا تجربه الشباب؟ انا تعرف شو الان مش قاعدين في ظل الملكيه الدستوريه والى اخره. انا بس اللي بطالبه انه الامير حسين هو يستلم مرحله الشباب الان. نعم. الامير حسين هو من سيشعر بالشباب يعني لانه شاب يعني. نعم. هناك لابد من الالتفات الى